رجعت لكم بالزرير في نهار كزين سي بون. الزرير بتاعنا حضر بناكلوا فيه مازال سخون. برشا ناس راهم عارفوا شكون ضيفتي اليوم، ضيفه مزيانه، ضيفه حلوه، ضيفه عرفناها بضمارها، عرفناها بخفه دمها، عرفناها في ادوار كيف كيف دراميه حلوه برشا. ما شاء الله صولات وجولات في الوطن العربي بين سوريا وبين لبنان وبين تونس، فنانة شاملة متعددة المواهب، عندها شوية من التقليد وبرشا من التمثيل وبرشا زادة حتى من التقليد وصوية مزيان اون بلوس مازالت كي ولدت. ألف 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 مبروك علينا نديم، افرحوا لي وصفقوا لي بالممثله المتميزه سميح السنكري. بونجور. بونجور. صافا؟ صافا يا عسله. ان شاء الله نديم يسامحني، ان شاء الله نديم يظهر لي. اول مره تخرج تخليه وحده. اي. اول مره يقعد بلاش ماما. يقعد اي، انا ديجا حاولت البيريود اللي فاتت الكل ما نخليهش وحده، حتى جيت خدم وحاجات ما مشيتش، اما المره هذيا خليته ما يسالش، مسامحك هو راه. اوكي، ان شاء الله يكبر ويسامحني نديم. بالنسبه لي انا نحب نكمل زيدي في عقلي. باش نمشي باش نمشي البورتري سامح السنكري ونرجع لكم توت سويت. ضيفتنا اليوم من اصول تونسيه لبنانيه، فنانه متكامله تجمع بين التقليد والتمثيل والتنشيط والاخراج، الشيء اللي خلى الجمهور التونسي يثمن موهبتها ويلقبها بسندريلا الشاشه التونسيه. بدايتها كانت بفيديوهات تقليد على اليوتيوب، ومن غادي انطلقت المسيرة متاعها في برنامج أهرب كاستينج، لكن التجربة ما كملتش. حبها للعمل خلاها تخوض تجربة في البرنامج العربي ذو كوميدي بحضور لجنة التحكيم والمتكونة من محمد هنيدي وحسن حسني وسيرين عبد النور، وين عرفها الجمهور العربي. ضيفتنا كان عندها مشاركات في أعمال تونسية نذكر من بينها قسمة خيان، دار نانا، نسيبتي العزيزة، من غير ما ننساو أدائها الناجح في دور منال في سيتكوم الحجامة عام 2017، واللي كان آخر أعمالها مسلسل قلب الذيب في دور حبيبة في رمضان السنة، في مواجهة مع الفنان القدير عيسى حراث ومن إخراج بسام الحمراوي، الأداء اللي خلاها تتحصل من خلاله على جائزة النقاد لأفضل ممثلة شابة. اكتشفتها أكثر في أعمال درامية سورية، وين نلقاو حضورها ملفت في مدرسة الحب وغرابي بسود، مماليك النار ونبض مع الممثل عبد المنعم عميري، ومسلسل آخر بعنوان يوما ما، واللي كان السبب اللي على إثره تحصلت على جائزة أفضل ممثلة تونسية في الدراما السورية. ضيفتنا كان عندها تجربة في عالم السينما، وين عرفتها بمشاركتها في فيلم سامحني عام 2018 مع محمد علي بن جمعة وعبد فهد، بالإضافة لعمل آخر يحمل عنوان آخر نفس عام 2020، واللي كان مدرج ضمن فعاليات الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية. ضيفتنا لليوم هي سماح السنكري، فنانة تؤمن بالطموح، إصرارها وحبها للعمل خلاها تسعى بخطوات ثابتة في بناء مسيرة فنية محترمة. مسيرة فنية محترمة مما لا شك فيه، كما قلت لكم صولات وجولات وأدوار متنوعة. مرحبا سميح، مرحبا مرة أخرى، عايشك. مبروك عليك الجوائز، سواء في تونس سواء في سوريا كأحسن ممثلة، وفي تونس جائزة النقاد اللي هي ماهيش حاجة سهلة بالكل بالكل بالكل. مبروك. عايشة كبيرك فيك، ونحب نقول ميرسي على البورتري المزيان، ميرسي على الكلام الحلو، وجايزة النقاد انا فرحت بها برشا، خاطر عندي برشا نستنى باش ناخذ جايزة، نحاول نخدم، تعرف احنا الممثلين نخدموا على شنو؟ على انه ترضي الجمهور، وانه تاخذ جايزة تحس تعبك ما مشيش حرام. الحمد لله السنة تحققت، ونهداها لبابا يرحمه، نهداها لامي، نهداها لخويا وراجلي ولولدي الصغير والجديد. ولدك الصغير والجديد ان شاء الله مبروك عليكم. ومبروك من زاد لكم نديم، قد ايه عمره تو؟ توا شهرين و11 يوم. شهرين و11 يوم، تو تتسمى هذه أول خرجة معناها. أول خرجة هكا بالكدا بالكدا. أي زعما يسامحني نديم. سامحك. صراحة نخاف. يطلع فنان. نخاف من الملايكة. تحسوا طلع تشجعوا أن ولدك يطلع فنان سماح. وأنا نشجعوا ما نشجعوش. أي. موضوع. أنت زاد راجلك موسيقي. أي. راجلي يلحن ويغني ويعزف، وأنا نمثل ونقدم ونقلد وكل شيء. وتعزف وتقلد وتغني. أي. لا العزف لي بليتو تغني. أي. شوية شوية. أما نشجعوا على الفن، خاطر الفن حاجة معناتها حلوة، رسالة باهية. أما ما نشجعوش على حاجه بركه اللي نحنا نعانيو منها ناس كل، اللي الفنان ديما ما يخلصش. عندنا المعاناه هذيك اللي الناس كل تتشكى، يخلص روتار ولا ما يخلصوا الجمله هذيا، ان شاء الله في تونس تتحل. جوستومون انت تزوجت من تونسي سماح، وتعرف
تعرف الظروف اللي يعيش فيها الفن في تونس من قديم زمان مش من توا. الخدمه نتاعنا والعمل نتاعنا هو بالاساس عمل موسمي. الشيء هذا بوسكو انت بوك لبناني معناتها والامور مستقره في لبنان والخدمه الحبال على جرره والا في سوريا كيف كيف، علاش ما خممتش؟ علاش انت عندك الارضيه ومؤهله انك تعيش في سوريا ولا في لبنان، علاش جيت عشت في تونس؟ إذي أنا نسأله لكم لومك عليه. هو أنا تولدت في تونس تولدت في تونس وكنت نحاول، أنا قريت إخراج، قريت أوديو فيزيوال، حبيت ندخل في المجال في الإخراج، ندخل في التمثيل، لكن ما كنتش نعرف شنو يصير كيفاش الكاستينج. مرة واحدة وأنا صغيرة مشيت كاستينج حسيت المعاملة ما هيش، نحيت من مخي الفكرة جملة. كي سافرت لبنان كانت الانطلاقة من غاديكا، لقيت المجال غادي محلول أكثر، لقيت معناتها استسهلتها أكثر، بديت بطبيعة من الصفر بشوية بشوية بأدوار صغيرة ولا بظهور في كليبات ولا حاجات. لكن العيشة في لبنان صعيبة، غالية برشا. كيف صعيبة؟ غالية؟ غالية يعني قد ما تتصور فلوس غاديكا باقي ما تخلطش تعيش، أغلى من دبي لبنان يعني العيشة فيها بالحق. نجري نجري نلقى روحي ونصور في فلوس وكل ما نعمل في حد شيء، نقعد نوصل ساعات بالحق 4-5 أيام عندي ما ناكل. أبو؟ أوي صعيبة 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 العيشة فيها، يعني يقول نخدم ديما وفما فلوس عنيش هكا، تلقى اللي الترانسبور غالي، الماكلة غاديكا غالية، الحليب اللي هو نحن لهنا يتسمى عندنا رخيص بالكدا غادي غالي برشا، كل شيء غالي. حتى الدار اللي أنا كنت فيها هي دار بابا يرحمه ملك، لكن تدفع عليها 150 دولار للكونسيرج، تدفع 50 دولار على خزان الماء، تدفع 100 دولار، تلقى روحك في الشهر تدفع 500 دولار. معناتها إذا أنت تتسمم بدارك ملك، ملا اللي يمشي يكري غادي باش يخدم، شنو يصير شنو يصير فيه حاجة أخرى؟ معناتها علاش ما تحملتش وضحيت؟ كان ممكن تكثر الخدمة أكثر وتولي عندك معناتها مارج نتاع ربح أكثر وتنجم تعيش. الحق الخدمه تكسر ولا لا كنت خايفه، خاطر عديت معناها فتره خفت من الريسك، فما فتره محلاها وفما فتره صعيبه برشا، خاصه اني زاد مرست غاديك وقتها فما الاتش 1 اند 1 وصلت للموت، جرت تغناش في مخيم، قعدت كلي خفت، قلت دارنا هوني وحدهم وانا وحدي غاديك وعندي عمامي كلها ما مش كيف. خممت شويه قلت نرجع لبلادي، نرجع لهنا في تونس للارضيه معناتها اسهل لي، انا فيش في اني ناخذ بطولات، خاطر اول ما رجعت لتونس خذيت بطوله في دور الحجامه، في زيتكم الحجامه، دونك غادي ناخذ في ادوار ثانويه مانيش ناخذ في بطوله، حكم اللي هما غادي يمشيوا ياسر على الشكل انه يكون جسمك معناها تكون رشيقه، وفهمت يمشيوا ياسر، تلقى ديما البطله مانكا الاكثريه معناتها، تلقى نادين نجيم، تلقى سيدين عبد النور، تلقى معناتها ما رشيقه ومش كيفنا نحن هكا كعبريد كعبريد. دونك لقيت صعوبه في هذيك. على ذكر الحجامه، دونك انت كنت موجوده في الحجامه لكن غبت على الخياطه وقلت اقصاوني، عندك شكون توجه لهم؟ الاشخاص اخرين مع تخليف المخرج خليف زياد لي طيب؟ والله هو الموضوع تل ما حكيت فيه انا ما تجو بريفير ما نحكيش فيه ما ميسالش. انا منوجه لهم فما حاجات معناتها حسيتها في فتره تصوير الحجامه، معناتها في وقت اللي قاعدين نزوروا في الحجامه فما معناتها تصير هكا حساسيات ولا تصير حاجات اللي تغيظني، مثلا كي تجي باش نعمل انترفيو مع شكون ساعات فما شكون يمنع ولا، لكن ما تربي يهدي وانا معناتها كيف قلت اقصاوني ماهيش من فراغ. حتى اللي كانوا موجودين معنا وقت التصوير وحتى الممثلات معنا اللي معنا كل شيء يعرفوا، وحتى كما يقولوش انا نعرف اللي هما يعرفوا وهما يعرفوا دونك ربي يهدي وان شاء الله معناتها موافقين هما وانا نتوافق في خدمتي، ربي يحن القلوب على بعضهم وربي كيفاش يقول يحبب الناس في بعضها وكهو. جستمو انت قلت انه الحجامه ما معناتها الخياطه ما كانش في مستوى الحجامه، ويقولوا انه انت قللت من قيمه العمل معناتها. مش صحيح، علاش ياخذوها اخذوها معناتها بفاسون خايبه؟ انا كي قلت بحكم هو تعمل في اليوتيوب معناتها ما كانش في معناتها في نفس الاشعاع نفس المكانه نتاع الحجامه، عندنا نحن ديكور وكيفاش تخدم في اخراج فيه لبسه فيه صون فيه معناتها كان عمل متكامل في كل شيء. في السوق يوتيوب حسيته مزروب شويه، حسيت اللي يعاودوا في اللي صار في الحجامه جوست هنا موجودين وكها، وذيك اللي انا معناتها كان مقلقني كي عطيت رايي، مش خاطر مانيش موجوده في العمل، خاطر سمعت قالوا ماهيش موجوده جوستومون بالك على خاطر مش موجوده في العمل. سي با فغي، انا العمل قبل كان باش تخدم كيما الحجامه
معناتها جو سوي بور معناها الفكره محلاها وكنا نفس ليكيب راه نفس البرود ونفس الممثلين ونفس كل شيء كانت فكره مزيانه وكانت عائله صغرونا محلاها فجاه تبدلت الحكايه وبحكم اللي قالوا فما الكورونا وكل تلزوا باش يعملوها هكاك دونك انا شفت اللي الحجامه معناتها الباره عاليه على الاخر الخياطه ما كانش في كاينش في نفس المستوى معناها دو بريفيرونس بعد عمل ناجح تطلع ما تهبطش هذا بركه معناها يمكن زاد لانه الكونفينمون هو اللي اثر عليه لانه بحكم انه بتيتر تصور في بيريود نتاع كونفينمون كان لازما انه يصوروا بالكاميرا وكل واحد في داره كان لازم يكون احتكاك. فما نص ولا حسيت فما حاجات تتعاود من الحجامه نفسها معناها ما تبدلتش عباره تشوف الحجامه لكن معناتها اي هو امتداد بطبيعته للحجامه لانه نفس الاشخاص بظروف الكونفينمون كملوا الخياطه بانه ما نجموش يمارسوا الحجامه معناتها دونك وليت خياطه دونك امتداد هو امتداد لنفس شخصيته هما بيدهم معناتها هكا هكا اللي فهمت فانا خاطر ما تفرجتش يمكن ثلاثه اربع حلقات دونك شارك ديما في الافلام ديما في لي سيت كوم سميح لكن ظهورك ولا دورك في قلب الذيب كان حاجه اخرى وحاجه متميزه شوف سبحان الله في السؤال هذا بالذات ذكرت توا اني انا وقتها في الديوان في ميميسيون تاع بيك شو سالتك قبل ما يتعدى قلب الذيب تذكر ولا وانت وقتها شكرت الدور وقلت لي خلي من بعد توا نشوف شنو الايام شنو تعطي افكتيفمون عندك توا جايزه النقاد وهنا قاعدين بعد اشهر ونحكي وانت وقتها اونسانت سميح ونحكي جوستومون ما زلت في بدايه الحبيله نتاعك شوف كيفاش يتعدى الوقت ونرجع ونحكي على نفس الخدمه اما بنجاح الحمد لله أنا فرحت برشا ودور حبيبة دور مهم عندي برشا 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 عمل نقلة معناتها في مسيرتي الصغرونة خاطر قبل ديما يقولوا الكوميدية سماح ولا المقلدة سماح فما شكون يسألني يقول لي نعرفوك عرفناك شوية قبل في المسرح علاش ماكش موجودة في الدراما التونسية ما جاتنيش الفرصة لكن بسام حمراوي وخولة سليمان يعطيهم الصحة عطوني فرصة في مسلسل أنا نشوفه عمل معناتها ضخم فيه نقائص ولا ما فيهوش هذه حاجة أنا معناتها ما تعنينيش خاطر أنا معناتها نركز على دوري وعلى اللي قدمته ووقت حكينا سي فغي في الراديو حكينا اللي علاش ما خذيت الجائزه حتى مره وكل شيء بعد سبحان الله جيت الجائزه اللي انا فرحت بها برشا ونشكرهم نشكر معناتها النقاد اللي امنوا بيا واللي عطاوني الجائزه تحفونه هذيك جوستومون الجائزه هذه ما تنجم كانت تساهم في تقديمك اكثر للجمهور وتقدمك بيان سور اكثر وثيقه للمخرجين والاهل الميدان نمشيو للتقليد سماح اللي نحن قاعدين نستناو فيه واللي برشا طالبينه منك قولوا يزينا من الاسئله اليوم نهاية الجمعه خلينا نفرهدوا شويه على الناس وحنا بينا نتفرهدوا ونضحكوا خلينا نكملوا هالدرج في الانترفيو نتاعك شنو باش كون تحب شخصيات اللي انت تحب تقلدها باش كون تحب تبدا انا نقلد وانت تقول شكون هما سايلين راه اوكي وين ناكل الزرير انا يعني انا كثير مبسوطه لاني موجوده معكم اليوم اكلت الزرير يعني ما معقول كثير يعني اتس اوكي هاي فوابي قلبي حاسس فيك جاي تيحكيك مشغول عليك البال شو اللي صاير فيك اللي شو مبكيك زعل هالجمال جاني انتي راضيك دنيا تيبكيك دنيا ما في مجال إليسا انا وحياه شنو البابا قلت لي قبيله شو قلت لي قبيله على اليسا ولا تدعي بالشر على شكون يعمل فاس تعويش الفم اما انا نحبها انا كي نعمل هكيك مش بمحبه معناها مش معناها ويزمك تقلد 100% معناها هي ساعات بالمكياج وبالبيروك بكل شيء كامل معناها انت توا دوب ما بديت تقلد سي طلعت شعرك هكا وتقلبت نحس حتى المكياج بتاعك تبدل هي والبعض انا وحياه البابا اللي ما بيحبني غير لئيم ايوه انا ما فيني لكم شيء يعني يا مكنون مش انا ليلى ولا نسمتها وكميلة يا مكنون مش انا ليلى ولا نسمتها وكميلة عايزنا اقول بحبك لي بحبك بس مش ليلى يا مجنون هاي اصاله نصري مما لا شك فيه هاي يعني شمس الغنية اللبنانية والله الله 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 ومتسم الله خليني شوفك بالليل
هليل بعد الغروبي همش عيب الملقى بالليل هليل بيستر العيوة وباي نجوى كرم شكون آخر هيفا أنا كتير مبسوطة كوسر أنا بحبك ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما شفت الواوا بشتو صار الواوا أح يعطيك الصحة سميح أما حسيت الضحكة متاعك ماشي على شريهان مما لا شك فيه اللي أنت تتقن التقليد شريهان أنا بحبها شريهان حطينا نموت عليها حمودة أما إيه اللي جابهم دول يما عندي برشا راني على الجو هذا فرحانة بعد الحبيلة والولاد رجعت نقلد جوستومون كان نقول لك اش كنت نجم تقلد من تونس من تونس انا راني نحاول نبعد على المشاكل ليلي علاش احنا نفادكم في الاخر بالكل انا واحده من الناس اللي كانت تقلدني والله العظيم نعمل جو مش نورمال شنو يا اسبوعي مش قلت لك انا ما تعملش هكاكه برا خذ ماماتك سبعوتي لي ولا نحب نضحك ما نحبش نزيوم خليني نضحك فما شكون يتغشش انا بالعكس نفرح ونشوفه تتويج ليا خاطر انت ماكش باش تقلد اي شخص باش تقلد شخص انت تحبه في الاخر بالكل ومتاثره فيه وخصوصا يلزم يكون عنده بصمه الشخص هذا لانت دونك انا اكون مفتخره جدا فخوره بلتو انه انت قاعده تقلد فيه ابار كوثر بالحاج المسميت كوثر بالحاج شكون هو فما راهو برشا ابا انا فيكم ما ركزش معاهم باش من ما انت ما حاولتش قلدتهم قبل اي خاف نقلد شكون تو ما يطلعش ما يسالش اعطينا بالكش نحن بالكش احنا كي نطلع وحدنا حامل لي ما كيفك حد نسيت الكلمات نتاع الاغنيه منين نعمل لك البخوخو فما الاغنيه معروفه برشا بتاع منال بتاع العرس هذيك سهله عاد الليله عرسي وباش نتصدر في الكرسي بيه كان نقول لك تقلد لي الممثله القديره دليله مفتاحي في اكبر الادوار الدراميه نتاعها هي راي صعيبة برشا وديما عبد اللي تحبه برشا وتحترمه وخدمت معه كل تحسها هكا صعيبه اما بيه جوستومون نتفاكر اللي انت خدمت مما لا شك فيه دونك اخذت شويه من عندها وين الحبيب هكا شويه بركه دليله مفتاحي حتى هما يقلدوا فيك احنا نبكيو انا فما لقطه صارت في قلب الذيب وقتها معنا مروان لاسيستون وقتها فما سيكونس هي لمحله ما تعديتش ما تصورت وما تعديتش وقت يجيني خبر خايب دونك انا قاعده نعجن وكل شيء وخدمت على متاع جريماس معين ودخلت معناتها تخمرت فيها وكل اخي قال لي الا دليل مفتاحي لي قلت له راني ما قلتيش اما خرجت مروان قال لي لا باش نعاودوها مروان شكون مروان شيكي اي قال لي عاودها قال لي هذه خرجت دليله مفتاحي قلت له بالحق قال لي اي فرحت انا راه معناتها انا ما حاولتش وقتها نقلدها لكن كي خرجت سبونتاني شبهها بالاداء هذاك دونك انا فرحت بالعكس قال لي مش نعديها خاطر كيك قلت له ليه ماذا بيا بالعكس تتعدى قال لي ليه ها باش نعاودوها راه المخرج قال لك عاودها وطلبها جوستومون تنجم تقلد جنات في الشحة نتاعها سيغتو توا انا نقلد لك عزة اليوم العشية عشية شنو يا نانا؟ نتاع الخطبة هي نانا مو هي راهي نانا فضيلة قالت ما يسالش ارتاح انت نانا ارتاح مش لازم تقعد تصرف فوق الفازات ذوكم الكل فهمت الفازة توا امي فضيلة تعمل كل شيء على الاقل نرتاح مش شكشوكة هي اسمع مسيرش نحلو الكليماتيزور سخنت برشا نانا واه انا كليماتيزور تحلو مازلت مش خالصه الفاتورات لي قالوا كليماتيزور وقالوا هو مشيو توا بعدها شكون كيفاش انا ما نحلش الكليماتيزور نانا راني باش نموت بالسخانه ترى شنو تحبني نعملها تو نمشي نرمي روحي مسطح فماشي وانا هابطه تضربني شويه نسمع واه عليه الكلاب هذا الكل برا اعمل القهوه شوف فماشي كليونات
يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سماح، شكرا لك، شكرا لوجودك بحذينا، شكرا بالحق. احنا انا فخورة برشا اول حاجة بيك، وفخورة بصديقتك، وفخورة بصحتك. دونك عندك مشاركة جديدة في فيلم اخر انفس المخرج محمد خليل البحري، معنا برشا نجوم، معنا بسام حمرابي، كوثر زويدي، زهره شتيوي، وليد الزين، عروه اسماعيل، شيراز، ما نحبش ننسى، انا اكيد راني نسيت شكون. هذا ان شاء الله بيانتو باش يكون باش يخرج ايام كارتاج السينما. اي ومعنا منتصر زيد، راني قلت لك نسيت، ان شاء الله اللي نسيتهم يسامحوني، راني مش بالعاني. وفما زيد مسلسل ان شاء الله يجمعنا. جديد جستمون الانتقام. انتقام ان شاء الله، ان شاء الله على قريب. البارح للفريق وفرحت برشا، خاطرهم عندهم عندهم برشا يلوجوا في نمرويا، لكن ما منعش هما سالوا شكون خدموا معايا ابارامون. كنت تنجم تسالني يا ريت سالتك، خاطر تنجم تسالني انا ديجا. هو جمعه اللي تعديت كان بحذية، وهو كل ما يبدا حاجته بنور يكلمني انا، جيت كاين في نمره سامح السنكري. لا واللي ما حبش يعطيني نمره يقولوا ميرسي. شكون اللي ما حبش يعطيني نمره؟ ما نعرفش المشكله شكون. ما نعرفش. هي راهي تصير. هي تصير خاصة أنا بعد ما ولدت هذايا زاد ميساج نحب نواجهه برشا، قالوا سي بطلت ما عادش باش تمثل. أنا مازلت في بداياتي بالعكس، مازلت معناتها إجا نقول لك في الطلعة. إجا نقول لك إذا أنا باغ إكزومبل باش نعطي نمره سامح وخايفة لما ما نحب نشاورها، نجم نكلمك نقول لك سامح راني باش نعطي نمروك الإكس ولا الإكريك، إسكو جو بو ولا لا؟ تو سامبلومون. اما انك انت تنكر جمله ما تحبش تعطي نمرويا، هذا فيها انا الحكايه. وانا انا نيتي مش نظيفه الحقيقه نتاع ربي في الامور هذيا، حتى تعرف لانه تليعنا ياسر كيما برشا ناس. دونك نقول لك ميرسي سماح، شكرا شكرا شكرا، وبالحق ان شاء الله يسامحني نديم. هاكا طولناش عليك برشا برشا، اما ما يمنعش لي باش نزيد ندلل عليك تقعد معايا في الدراساج، لانه الدراساج يهمك برشا. مازالوا عندك ضيافات؟ توا لا، فما شكون معناتها اللي قالوا باش يجيو خاطر بعاد وفما تم، مازالت الدنيا ما رجعتش كوم يلفو كل شيء، ما نعرفش باش يجيو ولا اون توكا كل شيء وفيه ورا. جوستومون سي بون، هاو عندك شيف امنه، يا انت تتعلم عليها تعاود تتفرج في الحلقه معنا من الاول جديد، يا شيف امنه تنجم توصلك حتى للدار هكا ولا لا امونه. اي برشا سي بون، نمشيو احنا تو سويت لدريساج بحضور الفنانه القديره المتالقه الممثله الجميله سميحه السنكري، ونرجعوا لكم تو سويت.